ومن جديد نأخذ الخبر الذي يختص بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث شهدت قرية محلة مرحوم بطنطا تقديم الرعاية الطبية إلى 957 حالة وصرف الدواء والعلاج بالمجان. وتضمنت القافلة توقيع الكشف الطبي وتحويل 91 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 1500 رأس ماشية وطيور. وشارك في القافلة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة. موجودين في محلات مرحوم بقافله طبيه وبيطريه لمساعده اهلينا وتقديم الدعم ليهم. حياه كريمه موجوده على الارض معاهم على طول. النهارده موجودين من بدري، قدمنا المساعدات لاهالينا. النهارده كل المتطوعين في حياه كريمه موجودين النهارده بنساعد اهالينا. احنا جينا هنا لقينا فعلا في ادويه بالفعل بتنصرف وفي كشف وفي علاج والدنيا كويسه يعني الحمد لله. بصراحه ما وفروا لنا المشوار وشكرا ليهم، وجيت النهارده كشفت على عيالي وكشفت عليا ووفروا لنا العلاج بالمجان وكل حاجه. بصراحه يعني شكرا ليهم، بشكرهم جدا على اللي عملوه معانا النهارده.